المخرج الخامس تنفيذ عمليتي التفريغ والشحن ماكينة جهاز صناعة مكعبات التلج. طبعا آخر مخرج بناخده في الوحدات الأخيرة اللي احنا كنا شغالين عليها هي عملية التفريغ والشحن. نشوف آخر مخرج معايا في الوحدة دي وآخر حلقة معايا في الوحدة دي، وتعتبر آخر حلقة وآخر وحدة موجودة في الصف الثاني. إن شاء الله نبقى نشوفكم على خير في بداية الصف الثالث وحلقات جديدة، وإن شاء الله مجمعين الوحدة كلها. في الوحدة ديت هنتكلم على نقطتين: دلائل ضبط شحنة مركب التبريد، ودي كررت معايا النقطة ديت في الوحدات السابقة، هنتكلم فيها تاني بس بسرعة. عندي بعد كده تمرين عملي على عملية تفريغ والشحن. يلا بينا بقى نخش على أول نقطة معايا: دلائل ضبط شحنة مركب التبريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد بقى أول نقطة عندي في المخرج الخامس: دلائل ضبط شحنة مركب التبريد. إيه الدلائل على اللي أنا وصلت للشحنة، أو دلائل اللي أنا بضبط بيها الشحنة؟ أول حاجة عن طريق وزن الشحنة اللي هو الميزان، بتبقى عارف إن هو الدائرة بتاعتك أو الجهاز بتاعك بياخد كام جرام مركب تبريد، وبتوزن وبالتالي بتدخل الكمية دي، أو عن طريق قياس الضغوط بواسطة عداد التست مونوفولت أو بقيس الأمبير، أو عن طريق فصل وتوصيل حساسية درجة الحرارة للوحدة. أو عندي هنا اللي أنا أشوف درجة حرارة حوض تشكيل المكعبات، أو الإحساس اللي هو اليدوي بإيدك. دي نقطة أولانية سهلة جدا وكررت معايا. نخش بقى على تاني نقطة، وهو تمرين على عملية تفريغ الشحن. نبص كده، أول حاجة عندي هنا اسم التمرين: تفريغ وإعادة شحن. الهدف منه تفريغ دائرة ماكينة صناعة مكعبات التلج واختبار وجود تنفيذ. تمام. تاني حاجة هنا بعمل عملية شحن دائرة التبريد، يعني بعمل تفريغ وشحن وبختبر في تنفيذ ولا لأ. طبعا الخامات بتاعتي ماكينة صناعة مكعبات التلج، العدد هستخدم بقى كلامب أمبير عشان أقيس الأمبير، مفكات، عندي طلمب التفريغ، طقم فلير، طقم اللحام، بنسة خفص، سكينة قطع، مواسير، وعندي هنا جهاز عشان أكشف بيه عن التنفيذ إن وجد فيه تنفيذ، والبنسة. خطوات التنفيذ: أول حاجة بيتم فصل التيار الكهربائي عن الجهاز، بيتم قطع ماسورة الشحن، ويتم تركيب وسط شحن. بوصل بقى 3 عدادات بتاعوتي أو 3 خراطيم بتاعوتي، أجيب لك هنا الرسمة نشرح عليها أفضل. عندي هنا العداد: عدد ضغط منخفض، عدد ضغط العالي. باخد هنا الاعداد او خرطوم اعداد ضغط المنخفض، بوصله هنا بخط او ببلف السحب او بخط او وصلة الشحن اللي موجودة عندي في الضغط. الوصلة المشتركة بوصلها بالصوانت الفريون. الوصلة ناحية الضغط العالي بوصلها بترمبة التفريغ. اول حاجة اعملها اللي انا اول حاجة. طبعا انا الصوانت الفريون دي هكون مقفلها خالص، بالدايرة فاصلها، هشغل طلمبة التفريغ. هتعمل ايه؟ طبعا بعد ما افتح العدادات افتح ده المحبس ده والمحبس ده. تمام، فتحت المحبسين، شغلت الطلمبة، هتسحب من هنا من الخط ده وبالتالي تسحب من الدائرة كلها. طيب ايه الدلائل اللي انت وصلت لعملية التفريغ؟ عملية التفريغ تقعد لها مثلا 12 دقيقة، 15 دقيقة، 10 دقايق. ببص على العداد بتاعي، الضغط المنخفض عمال ينزل، كان عند الصفر عمال ينزل، 10، سالب 10، سالب 20، سالب 25، سالب 29 وستة من عشرة بي اس اي، او رطل عبوسة مربعة، او سالب 30 بي اس اي، سالب يعني تحت الصفر. تمام، بالتالي لو نزل عند سالب 30 يبقى انا كده عملت عملية تفريغ دايرة. اول حاجة اعملها اقفل المحبسين دول، وبعد كده منفصل الطلمبة، وبالتالي كده عملت ايه؟ تفريغ لدائرة التبريد. تمام، طيب في الوقت ده انا هكتشف فيه تنفيذ ولا لا؟ ازاي؟ لان هراقب العداد، العداد ده انه ثابت عند ال30 تحت الصفر، ما اتحركش، ما طلعش لفوق، ده دل ان الدايره ما فيهاش اي تنفيذ. اما لو كان عند سالب 30 بعد كده سالب 25 سالب 20، ده معناه ان الضغط عمال يزيد نتيجه انه في تنفيذ، عمال يدخل ايه؟ هواء، فبيرفع الضغط. لو سبته كده هيوصل لحد الصفر. تمام، يبقى
مراقبة العداد ده كده انا بختبره جهد تنفيذ، ده انه ثابت عند سالب 30 او سالب 29 يبقى كده عملت تفريغ للدايرة وتفريغ سليم. في الحالة ديت كده انا فاصل الترومبة خالص، والمحبس ده مش هاجي ناحيته، انا قافله مش هاجي ناحيته خالص، كل الشغل على المحبس ده والمحبس ده. في البداية هم مدي شحنة الدايرة طبعا الضغط مفصول، هم قالب الاسطوانة ومدخل سائل ومدخل حبة كويسين، عارفين شحن السائل بيبقى اسرع شوية. بعد كده بعد ما دخلت شوية سائل رحت رافع الاسطوانة تاني خليتها في الوضع العدل ومشغل الضغط، واشوف بقى انا وصلت للشحنة بتاعتي ولا لا. طبعا في كذا دلائل زي ما احنا اتكلمنا، عندي اما عن طريق الامبير اما عن طريق الضغوط، انا بشحن لحد ما الضغط يوصل معايا لضغط كذا، يبقى عن طريق الضغط او عن طريق اشوف المبخر برد وحصل عندي عملية تشميع عليه كده حصل برودة. تمام، في دي الدلائل اللي احنا خدناها اللي احنا وصلنا للشحن ولا. دي طبعا الطريقة الطرق اللي احنا شغالين عليها. بيتم ترك ماكينة صناعة مكعبات التلج فترة لكي تصل لدرجة التجميد، وأثناء تلك الفترة تابع سخونة المكثف وبدء حوض التشكيل في عمل تجميد للمية تدريجيا، وفي النهاية نقوم بقفل محبس عداد ومحبس الاسطوانة لما أوصل بقى للشحنة بتاعتي. أعمل طبة هنا لوصلة الشحن، وهنا نكون انتهينا من عملية الشحن، وبكده شحننا وفرغنا واختبرنا. طب انت لو كنت طلع عندك في تنفيذ في الدايرة، لما جيت عملت التفريغ بتدي شحنة بقى في الدايرة، وبتبتدي بقى تجيب جهاز الكشف عن التنفيذ وبتمشي على المحابس بتاعتك او الوصلات الاكواع اللي موجودة، وبتشوف في مكان تنفيذ عندك او مكانه فين، وبتبتدي تعالجه. ومش تنسى ان كل مرة بنغير فيها الفلتر اللي موجود في الدايرة. تمام، وسبب تغيير الفلتر بيكون خلاص حبوبات السيليكا جيل اتشبعت ببخار المية اللي عدى عليها، او الفريون اللي كان في بخار مية هي سحبته، خلاص بقى عاملة زي السفنج كده اللي حطيتها في مية هي خلاص اكتفت وسحبت المية اللي فيها، بعد كده مش هتسحب تاني. تمام، هو ده نفس الكلام، فعشان كده بنقوم مغيرين الفلتر. اخر حاجة بقى قائمة المخاطر، بتأكد من سلامة الوساطة الكهربية، استخدام العدد بطريقة صحيحة، عدم تشغيل او الفصل الا في وجود معلم الفصل. بكده نكون انتهينا من المخرج الخامس، بكده نكون انتهينا من الوحدة بتاعتنا الوحدة السادسة عشر، وبكده نكون انتهينا من الصف او الوحدات الموجودة في الصف الثاني. كده ان شاء الله بقى هنبتدي نشتغل على وحدات الصف الثالث ان شاء الله في اقرب وقت، ربنا يسهل. أتمنى أشوفكم على خير، لو في أي أسئلة ابعتولي. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.